السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتتبعات ومتتبعي برنامجكم التواصلي. وفي إطار تنويع البرنامج، برنامج إطلالة على مغاربة العالم، يقدم قصيدة تحرك يا ابن عمي للمخرج المسرحي المحنك الأستاذ حميد برودان. هذا الغزل اسمها تحرك يا ابن عمي. تحرك يا ابن عمي، يعطيك ربي رزقك، اذكر الله وسمي، بسم الله فيها جهدك، تقف مولاك يا مامي، لا تشكف اللي خلقك، عمل تصيب الخير، باب النية قصدو، كرم الله كبير، حاشا ينسى عبدو، جانب الحقد لا تغير، عون خوك لا تحسدو، دير لعقلك تدبير، لطريق الصلاح ردو، ورا الدنيا لا تسير، بحرها محال تحدو، غرات الناس كتير، بالملايين يتعدو، زواقها كالريح يطير، حتى يد ما تشدو، فيق لا تبقى بارك، صعد الجبال وزيد، شمر على دراعك، وقف للزمان عنيد، راه الصبر يتسالك، عزيمة من الحديد، انت الهم من بالك، ترجع شوف بعيد، يجيك الرزق ضحك، محينك تبقى تعاويد، تحرك يا ابن عمي، يعطيك ربي رزقك، اذكر الله وسمي، بسم الله فيها جهدك، تيق في مولاك يا مامي، لا تشك في اللي خلقك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دائما معكم مصطفى زطاتي الإدريسي من الديار الأسترالية، ولكن يعيش بين ظهرانيكم كفرد واحد منكم. كنظن أن وقت البرنامج انتهى، ولكن سيتجدد إن شاء الله في اللقاء المقبل وضيف جديد. إلى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد.